في خبر صادم، تم الكشف عن صورة لوالدة كريستيانو جونيور والشبه بينهما لا يصدق. بعد قرابة العقد من الزمن على السؤال حول هوية والدة كريستيانو جونيور والفضول يعتري الجماهير، فلكم أن تتخيلوا الأمر بالنسبة للطفل الذي بات شاباً اليوم ولم يعلم هوية والدته الحقيقية. نشأ جونيور مع سيدات كثر حاولن لعب دور الأم في حياته، بدءاً بجدته أو عماته ومروراً بصديقات والده، بدءاً بعارضة الأزياء إيرينا شيك التي كان يعرف أنها ليست والدته، وصولاً إلى جورجينا رودريغيز التي تبدو في أكثر من موقف أنها لا تفرق بين جونيور وأبنائها. كل هذه السيدات كن بديلات للمرأة التي حاول رونالدو جاهداً أن يخفي هويتها عن الإعلام وعن ابنه تحديداً. اعترف رونالدو أن ابنه سأله عن هوية أمه لكنه رفض الإجابة، ورد بأنه سيفصح عن هويتها في الوقت المناسب، لكن ما لم يعرفه أن هناك من سيسبقه عبر نشر صورة تقطع الشك باليقين عن والدته، حيث نشرت مستخدمة تيك توك تدعى فايزة فيديو يظهر فيه رونالدو رفقة سيدة تتطابق ملامحها بشكل كبير مع ملامح كريستيانو جونيور، ويبدو رونالدو في هذه الصورة بالعمر الذي رزق به بمولوده الأول. الفيديو حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، ومن السهل جداً على جونيور أن يجد هذا الفيديو أمامه في أي وقت دون سابق إنذار، فكيف سيتصرف رونالدو حينها